And welcome back to today's episode of Learn Arabic with Transit Station Muhattat by Yala Arabi. Yala Arabi is an educational project and Arabic Academy started by an Arabic teacher and an Arabic student. We created an original curriculum for learning Levantine Arabic for all levels, from zero to advanced. And we also offer other dialects and fasha. So please don't hesitate to reach out to us if you're interested in taking classes. We are always welcoming new students from around the world to take classes online and in person at our locations in Beirut, Damascus, Cairo, Amman, Dubai, Berlin, and in the United States. More information about classes can be found on our website. We're not just about the textbooks, though. As part of our educational project, we are also constantly working on creating materials, such as this podcast, for learners outside the classroom. Each and every episode of this podcast comes with a free PDF transcript and translation. These can also be found on our website, yellaatavi.com. So, thank you for listening to this podcast. It really means so much to us and encourages us to keep going. So, if you would like to join classes or support us through Patreon, you can find all of those links along with the link to the transcript of this podcast in the description. Tara Ibn Ziad. He was an ancient military general who led the Muslim conquest of Spain in the year 711 AD, playing a pivotal role in the expansion of the Umayyad Caliphate into Europe. Tariq bin Ziyad. Tariq Ziyad, Musa وصار من اشد جنوده ورجاله نشا ابن زياد ببيئه عربيه اسلاميه بتقول بعض المصادر التاريخيه انه كان اشقر طويل القامه وضخم الجثه ما في روايه تاريخيه جازمه حول اصول طارق بن زياد حدا قال انه بينحدر من اصول امازيغيه وبالوقت يلي بيشوفوا البعض انه عربي الاصل. في هنيك بعض الروايات بتقول انه من اصول فارسيه. فما منعرف بالضبط شو اصول طارق بن زياد. اظهر ابن زياد مهاره بالقتال والقياده بشكل لفت انظار موسى بن نصير. ولهالسبب خلاه يتولى قيادة مقدمة الجيش بالمغرب. وقدرة جيوش موسى بن نصير الوصول للمحيط الأطلسي والسيطرة على المغرب الأقصى. بعد فتح طنجة. تولى ابن زياد إمارتها عام 89 هجري وصار من أهم القادة العسكريين بالخلافة الأموية. عرف ابن زياد ببسالته وإقدامه وشجاعته بالفتوحات والمعارك اللي خاضها وقادها استمر بفتوحاته لجانب موسى بن نصير حتى وصلوا لأهم المدن بالمغرب وهي مدينة الحسيمي فتمت محاصرتها حتى أسلم أهلها وهيك بيكون المغرب بكامله خضع لحكم موسى بن نصير عدا مدينة سبتة المحصنة وتم تولية ابن زياد على طنجة حتى يقدر مراقبة مدينة سبتة طلب موسى بن نصير من طارق بفتح الأندلس يلي هي هلق إسبانيا والبرتغال بعد ما لاقى الفرصة مهيئة لدخوله توجه مباشرة نحو جبل طارق عام 92 هجري وقدر يفتح حصن قرطاجنا وسيطر على المناطق المجاورة لجبل طارق مجرد ما عرف لفريق حاكم الإقليم القوطي شو فعل ابن زياد أرسل له الجيوش الواحد تلو الآخر إلا أن ابن زياد كان يقضي عليهم نهائيا كانت المعركة الفاصلة بين ابن زياد والذريق بسهل ألف اللي حصلت بشهر رمضان بنفس عام 92 هجرية واستمر القتال بهالمعركة 8 أيام وكان بطلها طارق بن زياد إلا أن نهاية الذريق كانت بمعركة وادي لكة اللي هرب منها وما نعرف عنه شي بعدها انطلق ابن زياد وجيوشه باتجاه الاندلس وصار يفتح المدن بطريقه مثل طليطله وغرناطه وغيره بمسانده من موسى بن نصير حتى استطاع فتح الاندلس بصوره نهائيه. المهم انه نذكر هون بانه مقوله البحر من خلفكم والعدو من امامكم يلي هي نسبت لطارق بن زياد غير صحيحة وحتى حرق السفن كانت حادثة غير صحيحة واللي كان الهدف منها أنه لا أمل للجيش بالعودة لدياره وأن الجيش مضطر للقتال وإذا أراد الحياة والنجاة فمالهم غير خوض هالحرب بشجاعة ويلي بيأكد زور هالمقولة هو عدم ذكرى بامهات الكتب التاريخيه الاسلاميه وانه مذكوره بالكتب الاوروبيه بس لم يلاحظ على طارق بن زياد الكبر بتصرفاته او بتعامله مع غيره رغم انه كان قائد بارز وله هيبه بين جنوده وما ظهر عليه الرغبه بالسلطه او الحكم وما نافس موسى بن نصير عليها رغم انه صاحب فتوحات عديده ومهمه وهالشي بيشير إلى أنه قائد زاهد بالدنيا وراغب برضا الله فقط سمح ابن زياد لليهود بممارسة شعائرهم بكل حرية حسب ما ورد بالشريعة الإسلامية بينما أجبرن القوطيين على اعتناق المسيحية كما أجبرن على تعميد أبناء بسن السابعة بالإضافة لمصادرة أملاكهم أعاد طارق بن زياد لليهود حقوقهم وما أجبرهم على اعتناق الإسلام كما أعاد للأمراء اليهود أملاكهم المسلوي وأعطى الأمان للسكان وما خلف عهده مع حدا وكان من عادة ابن زياد يشحذ همم جنوده قبل القتال عن طريق الخطب الحماسية يلي بتثير رغبة النصر بنفوس السامعين تعلم ابن زياد اللغة العربية بسن مبكر واتقن الكتابة والقراءة وحفظ القران الكريم وعدد من الاحاديث النبوية ايضا. توفى القائد المجاهد طارق بن زياد عام 1200 هجرية. انقطعت اخباره بعد وصوله لدمشق برفقة موسى بن نصير بس اختلف المؤرخين حول مصيره. البعض قال انه بقي بدون عمل حتى وفاته والبعض الاخر قال انه سجن وتم عزله بدمشق حتى تدخل الخليفة الوليد بن عبد الملك وأطلق سرر وحتى في حدا بيقول أنه ابن زياد أثر الابتعاد عن الأطواء وتفرغ للعبادة رحم الله طارق بن زياد لأنه وضع لها الأمة أمجاد استمرت لقرون كتير بعد وفاته ورح يذكر التاريخ بطولاته وتضحياته الكثيرة